في سياق آخر، قاد محافظ بورسعيد عادل غضبان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ماراثون للدراجات النارية والبخارية، وذلك احتفالا بذكرى 30 من يونيو. هذا وسادت حالة من الفرحة لدى المواطنين الذين أكدوا سعادتهم بنجاح ثورتهم بعد 8 سنوات من إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم. اهالينا النهارده شايفين الاطفال الجمال دول اللي موجودين في اهل بورسعيد اللي بيشتركوا في هذه الاحتفاليه العظيمه النهارده عشان دي ذكرى خالده، احنا بعتبرها ده ميلاد جديد لمصر، وفي نفس الوقت بدايه النهارده بدايه الجمهوريه الجديده لمصر ومحافظات مصر كلها. امبارح كلنا سعدنا، شعب مصر كل سعد النهارده امبارح لما في 5/9 عبد الفتاح السيسي اطلق مبادره حياه كريمه امبارح، وده انا بعتبرها ثوره جديده لكل المصريين، وده انا بعتبره اعظم عمل تم إنشاؤه خلال العصر الحديث.